السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة رابعة يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة جايبة لكم مسائل قسمة اللي هي ايه، شكل الكرسي. طيب هنحلها ازاي بقى بالارقام الجديدة بتاعتنا اللي احنا كنا بنقول عليها انجليزي، واحنا اتفقنا خلاص ان احنا هنقول عليها الارقام العربية، الارقام الايه العربية. تعال ناخد كده اول مسألة معانا، نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، ناخد اول مسألة كده معانا، تلاتة، مش هنقول عليها سري، هنقول عليها تلاتة خلاص. هنا تسعة، هنا تلاتة، هنا اتنين، هنا ايه واحد. ماشي، هنحلها ازاي دي يا ميس؟ هناخد اول رقم تسعة على التلاتة، فيها الكام يا ميس؟ مش عارف برضو. لا، ممكن نقول ايه بطريقة تانية، التلاتة دي كنا نضربها في كام كانت تدينا تسعة؟ يا ميس كنا نضربها في التلاتة، كنا نضربها في الايه، في التلاتة. يبقى خلاص يا حبيبي هنا هنحط ايه، تلاتة، هنا هنحط ايه، تلاتة. طيب تلاتة على التلاتة دي سهلة، اي رقم على نفسه فيها الواحد، اي رقم على نفسه او على شبهه بيبقى فيها الايه، بيبقى فيها الواحد. طيب يا ميس هنا ايه، اتنين على التلاتة. بص يا حبيبي النقطة دي، اول ما تلاقي الرقم اللي هنا صغير، اول ما تلاقي الرقم اللي هنا صغير على طول هنطلع فوق ونحط مكانه ايه، صفر، هنحط مكانه ايه، صفر. طب تمام يا ميس، ها وبعد كده هنعمل ايه؟ طب الرقم صغير هنعمل ايه بعد ما حطينا صفر؟ هنروح واخدين الرقمين مع بعض، هناخد ايه، رقمين مع بعض، او هناخد رقم تاني بعديه علشان خاطر نكبره، عشان خاطر ايه، يكبر ويبقى اكبر من ايه، من التلاتة اللي هنا. 21 كده خلاص يا مس كبيرة، اكبر بكتير جدا عن التلاتة. طب هنعمل ايه بعد كده؟ عادي هنقول 21 على التلاتة فيها الكام؟ يا مس دي كده بقت سهلة، فيها الايه، السبعة. ولا التاني مش عارف، طب يعني ايه 21 على التلاتة مش عارف يجيبها؟ يعني هتقول ايه اللي ضربناه في التلاتة كان بيدينا 21. يا مس كنا بنضرب التلاتة في السبعة، يا مس فيها الايه، فيها السبعة. تمام كده. طب ناخد كده مسألة تانية، وليكن مثلا هنا ايه، نقسم على الايه، على الستة، هنا ايه 18، هنا مثلا تلاتة، هنا ايه ستة. تمام كده. طيب هنقول ايه، هنبدأ بمثلا اول حاجة ايه، الواحد، نبدأ بالايه، بالواحد على الستة. يا ميس انت قلت لنا اول ما نلاقي الرقم اللي هنا صغير هنحط مكانه ايه، صفر. ماشي هنحط صفر، بس كده كده الصفر هنا هيبقى من الناحية دي على الشمال، وعلى الشمال الصفر ما ايه، مش بيتقرا، تمام، او ملهوش ايه لازمة، فاحنا هنسيبه ايه فاضي. طب يا ميس الخطوة اللي بعد كده كنا بنعمل ايه، نكبر الرقم، نكبره بحيث ان هو يبقى اكبر من الستة، هناخد الرقم اللي جنبيها، هناخد الرقم الايه اللي جنبيها. كده يا ميس 18 بقت كبيرة عن الستة. تمام كده، 18 على الستة فيها كام؟ او بطريقة تانية، ايه اللي كنا بنضربه في الستة كان بيدينا ايه 18؟ ها التلاتة يا ميس، بس كده هنحط التلاتة ايه من فوق. بعد كده ناخد نروح للي جنبه، هناخد رقم رقم، التلاتة اللي عليها الدور، تلاتة على الستة فيها كام يا ميس؟ حضرتك قلت لنا اول ما نلاقوا الرقم اللي هنا صغير هنطلع فوق ونحط مكانه ايه، صفر، هنحط ايه، صفر. ده صفر، مش هنقول عليه خمسة، ده صفر. تمام كده. والخطوة اللي بعد كده هنسيبها وخلاص كده؟ لأ، هناخد الستة وتلاتين كلها، هناخد رقم تاني جنب التلاتة عشان تبقى كبيرة عن الستة. خلاص هناخد الايه، الستة وتلاتين كلها. طب ستة وتلاتين على الستة يا ميس فيها كام؟ ها فيها الستة، فيها الايه، فيها الستة. والمسألة كده يعتبر ايه، خلصت. طيب ناخد واحدة تانية عشان تثبت ايه المسائل دي كده في ايه، في دماغنا. ماشي، ستة على الستة فيها كام؟ أي رقم قلنا على أخوه أو على اللي شبهه أو على نفسه، أي رقم على اللي شبهه هنحط مكانه إيه؟ واحد، هنحط مكانه فوق إيه؟ واحد. تمام كده. طيب بعد كده نبدأ نعمل إيه؟ اتنين على الستة يا ميس، ده إيه ده، ده صغنن يا ميس. هنعمل إيه على طول؟ هنطلع فوق ونحط صفر، خلاص إحنا كده حفظنا. طب يا ميس هنسيبها كده؟ لأ، هناخد الإيه، الأربعة وعشرين كلها، يعني هناخد أربعة، هناخد الأربعة إيه مع الاتنين عشان تكبر عن الستة. كده أربعة وعشرين على الستة فيها كام؟ أو بطريقة تانية، إيه اللي كنا بنضربه في الستة كان يدينا أربعة وعشرين؟ يا ميس دي أربعة في الستة كانت بأربعة وإيه؟ وعشرين. يبقى هنا هنحط إيه؟ أربعة، هنا هنحط إيه؟ أربعة. تمام كده. ناخد آخر مسألة. ماشي، هنا كده أربعة، ناخد كده أربعة، تمانية، واحد، ستة. تمام كده.
طيب هنا نقسم على الكام؟ على الاتنين. أربعة على الاتنين فيها كام يا ميس؟ أو مثلا بطريقة تانية، إيه اللي كنا بنضربه في اتنين يدينا إيه؟ أربعة يا ميس، دي اتنين في اتنين. طيب هنكتب هنا إيه؟ اتنين، تمام. طيب بعد كده خلاص هناخد اللي جنبها، تمانية على الاتنين فيها كام؟ إيه اللي كنا بنضربه في الاتنين؟ كان بيدينا التمانية. أي يا ميس دي الأربعة، تمام، برافو. طيب بعد كده عندنا واحد على الاتنين. اه يا ميس حضرتك قلت ان اول ما نلاقي الرقم اللي هنا صغير هنطلع فوق على طول ونحطه ايه؟ صفر. صفر هنحط ايه؟ صفر. بعد كده ناخد رقم تاني جنب الواحد عشان تكبر عن الاتنين، يبقى 16 على الاتنين فيها كام؟ او بطريقة تانية، ايه اللي كنا بنضربه في الاتنين؟ كان يدينا 16. اي ميس دي الايه؟ دي التمانية، اتنين في تمانية بايه؟ ب16. يبقى نحط هنا كام؟ تمانية. نحط هنا ايه؟ تمانية. طب احنا خدناها بشكل الكرسي، عايزين ناخد ايه؟ نفس المسائل دي كده، ماشي سريعا كده، وبشكل ايه؟ لعلامة الايه؟ العلى. يكون مثلا ايه؟ 9 3 2 1، ماشي، على الكام؟ على التلاتة، ماشي. 9 على التلاتة نفس مسألة الكرسي، 9 على التلاتة فيها الكام يا ميس؟ فيها التلاتة، فيها الايه؟ التلاتة. طب 3 على التلاتة، ماشي، بأول حاجة خدنا 9 على التلاتة، بعد كده ناخد ايه؟ 3 على التلاتة. 3 على التلاتة فيها الكام؟ فيها الواحد، قلنا أي رقم على شبهه بيدينا واحد، تمام. طب 2 على التلاتة، حضرتك قلت ان اول مرة نلاقوا الرقم اللي هنا صغير بنحطه صفر، بنحطه ايه؟ صفر. بعد كده ناخد الرقمين مع بعض عشان تكبر، علشان خاطر ايه؟ تكبر. يبقى 21 على التلاتة فيها الكام؟ فيها يا ميس حضرتك قلت لنا فيها السبعة، فيها الايه؟ السبعة، ماشي. اللي حافظ جدول الضرب هيحل معايا على طول. ناخد مسألة تانية، وليكن مثلا 12 4 8، تمام كده، على الاتنين هيساوي، ها نبدأ بالايه؟ واحد على الاتنين مش هينفع، هناخد الاتناشر مع بعضيها. 12 على الاتنين فيها كام؟ 12 على الاتنين يميس فيها الستة، يعني 2 في الستة ب12. طب 4 على الاتنين اللي كنا بنضربه في 2 كان يدينا 4، يميس ده الاتنين. طب هناخد 8 على الاتنين فيها كام؟ فيها الأربعة، فيها الايه؟ الأربعة، تمام. طب ناخد واحدة تانية، ليكن مثلا 1 8 3 6، هي نفس المسائل بس دي ايه؟ على، بس دي بشكل ايه؟ على، تمام. طيب هنا هناخد 1 على 6 يا ميس، مش هينفع ناخد 18 كلها، ناخد 18 ايه؟ كلها. 18 على الستة اللي كنا بنضربه في الستة كان بيدينا 18 يا ميس، دي التلاتة. بعد كده ناخد ايه؟ 3 على 6 يا ميس، دي صغيرة، على طول هنجري ونحط صفر، هنحط ايه؟ صفر. بعد كده هناخد 36 كلها يا ميس، تمام كده، برافو عليكم. 36 على 6 فيها كام؟ 6 في 6 يا ميس ب36، تمام كده. هناخد واحدة تانية، ماشي، عشان يبقى كده 5 مسائل و5 مسائل. طيب هنا مثلا 6 8 4 على الاتنين، تمام يا حبايبي. هنبدأ نقول رقم رقم، 4 على الاتنين فيها كام؟ هنبعد شوية كده، ماشي، هنقول فيها الايه؟ الاتنين. طب 8 على الاتنين فيها كام يا ميس؟ خلاص بقت سهلة، بقت 4. طب يا ميس ده ايه؟ اقل من من الاتنين، يبقى على طول هنحط ايه؟ صفر. هناخد ايه يا ميس؟ لا هناخد ايه؟ 16، ماشي. بعد كده هناخد الايه؟ 16. يبقى 16 على الاتنين كلها كده فيها كام؟ 8، 2 في 8 ب16، تمام كده يا حبايبي. يا رب يكون الفيديو ايه؟ سهل كده وخفيف عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.